صافي يا صافي عيسى عراقية أولى على عبد الزهر يتقدم وخالد عيسى في مرمى منتخب الإمارات يتقدم سلام الله سيدي العراق ابن مالي تقتل العراق عني تقتل العراق يا عني تقتل العراقيين عني تقتل العراقيين وتسلم شمال عني تخت العراقيين عني تخت العراقيين بطولة ممتازة خالد عيسى تكمل إن شاء الله عني تخت خالد عيسى عني تخت خالد عيسى عني تخت الخالق هذا عيسى عني اقتل نيت اختك نيت اختك نيت يوم منتخب العراقي عني تلعب بابا عني الحسين سعيد عني تلعب الرجال هادي احمد باسل جوارجيك صلاح حسن طيب يا اخي انت ما بضامن لا سمح الله تصل لكن علي مبخوت علي مبخوت كل التوفيق هدف الامارات الوحيد في هذه البطوله كان البطل الامارات بطل الامارات بطل الامارات الهدف الوحيد لمنتخبنا من ركله الجزاء الامر الان طبعا مختلف لان المباراه في الوقتين الاصلي والاضافي انتهت سلبيه لكن ركلات الترجيح من يتقدم علي مبخوت يسدد جول 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 اماراتي جول اماراتي الخليج جول 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 ولا جول هدف لمنتخب الامارات الوحيد هدف هذا هدف الاماراتي منتخب الامارات واحد والمنتخب العراقي لا شيء والعراق عن طريق مين علي علي كس كس اخت العراق كس اخت العراقيين لكن ان شاء الله كس اخت العراقيين كس اخت العراقيين هذا سعد عبد الامير سعد عبد الامير وخالد عيسى الامين موجود خالد عيسى اني اخت خالد عيسى موجود تصدى لي على عبد الزهره اني عبد الزهره اني عبد الزهره هذا على عبد الزهره لمنتخب العراق عن طريق سعد الامير ايضا من اصحاب الخبره اني اختك اني اختك اني عماتك اني اختك يا عراقيين اني اخواتكم هذا هديه والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه في غايه الاهميه ركله ترجيح عراقيه الله مع الاسف لا لا ابو لا ابو العراق لا ابو الاسم العراقيين يعني اخواتكم واحد واحد لكن طبعا مثل ما قلت حارس المرمى عليه ما يختار زامل يعني اخواتكم يا عراقيين يعني اخواتكم واحد واحد يا طفل هذا جزء من الادب حارس المرمى لابد ان يختار يعني يعني وبالتالي سعد عبد الامير عدنان درجال يعني سعد قيس باسل جوارجيز هادي احمد مهدي كريم انيتم واحد واحد يونس محمود اختك ابنيت يا يونس محمود يونس محمود اختك ابنيت يا يونس موجود عمر عبد الرحمن في تنفيذ ضربة الجزاء او الركلة الترجيحية الثانية يا يونس محمود اختك ابنيت يا يونس محمود يملك من الخبرة ويتقدم الان ضربة جزاء ركلة ترجيحية عمر جول قول الإماراتي حبيبي الإماراتي الإماراتي يا إماراتي الإمارات عبد الرحمن وجلال حسن في نفس الزاوية ولك أنيش كل المنتخب العراقي أنيش هذا هدية عيرب قص اختك يا يونس محمود عيرب قص اخواتك تف يا تدوم هو تدوم وضربة ركلة ترجيحية ثانية للعراق الان ثالثة للعراق ثالثة لهمام ثالثة لهمام موجود خالد موجود خالد موجود خالد Wow!
نعم خميس. يلا حبيبي يلا حبيبي. خميس اسماعيل. خميس اسماعيل. خميس اسماعيل. يلا. منتخب الامارات. يلا امارات. اسماعيل. لكن خالد عيسى في المرمى وركلة ترجيحية عراقية وركلة ترجيحية عراقية وخالد عيسى في ولكنيش الفريق العراقي لاعب المنتخب العراقي الآن أمجد عطوان أمجد عطوان أمجد عطوان خالد عيسى خالد عيسى أمجد عطوان وسجل ما فايدة ماكو فايدة ماكو فايدة ماكو فايدة حبيبي ماكو فايدة عراق نيش بنيش عليها راح فيزو الان الدور على محمد المنهالي ماكو فايدة ماكو فايدة اثنين فرق الترجيحيتين من اصل اربع لكن الاماراتي سجل ثلاث من اصل ثلاث والان الدور على ما يبدو على محمد المنهالي محمد المنهالي يلا نهاية الامارات الامارات منتخب الامارات يلا منتخب الامارات منتخب الامارات نعم محمد المنهالي محمد المنهالي ركله ترجيحيه في غايه الاهميه في غايه الاهميه محمد يا محمد الله ولك الخلاص ولك الخلاص هذا للعراقيين العراق شوف الماركة شوف الماركة إيران الإمارات حلوة يا إمارات يا حبيبي يلا محمد يلا هذا كأس العراق هذا كأس العراق هذا كأس هذا هدية للعراقيين هذا الإمارات هذا هدية للعراقيين هذا هذا هدية للعراقيين هذا كأس هذا كأس الذهبية للعراقيين هذا هدية للمنتخب للعراقيين هدية هدية للعراقيين هذا كأس الإملاق للعراقيين هذا للعراقيين هذا عراقي هذا للعراق للعراق عمر عبد الرحمن سجل للعراق 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 الحبيب هذا للعراق 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 للعراقيين هذا للعراقيين يلا حياكم الله ابو تيتو فرحانه كلش فرحانه ولك انيس اخت احمد راضي انيس اخت الحسين سعيد انيس اخت يونس محمود انيس اخت يونس محمود يلا